بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعلنا من خير من أخلصك أخلص لك الدين، ومن خير من أحبك، ومن خير من سهر الليالي في حضرتك وهو يسعى كل أيامه في القرب منك. اللهم اجعلنا ممن نصروك ونصروا حبيبك عليه الصلاة والسلام، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للتراث، وهو الذي نسلت فيه ملايين ملايين مكعب من الحبر، وشغل الأفكار عبر العصور، نحن عنا تراث واحد نعترف به، لأنه لم يعتريه لا ضعف ولا ملا تمثيل به والعبث به أبدا، هو القرآن ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وبعض الصادقين من الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يهتموا بالدنيا ولم يفتتنوا بها ولم يساهموا في نزاعات أضرت بالإسلام أيام إبرار. إذن العاقل منا هو من يعتبر التراث مقصور إلى درجة كبيرة على قرآن وسنة وسير الصحابة رضي الله عنهم. ومن جملة ما يؤيد هذا الكلام عندما ورد في سورة التوبة أو براءة آية 40، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إلا تنصروا، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقول الرب سبحانه وتعالى اللي إذا كان البشرية الكل ما عدا الصحابة الخمسين في مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه اللي هو إيمان وقدر أعلم الإيمان للأمة من أولها إلى آخرها قدرها ما عدا الرسول عليه السلام فهو القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام. ولو هل نسكن ما عدا ذكرت خبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخذلان لا يؤثر في شيء، بل هو مكتوب عليه الفشل الذريع المطلق، لأن النصر من عند الله. وقد وردت آيات كريمة في هذا السياق، وما نصر إلا من عند الله، تنصر الله ينصركم، وقول ما رميت رميت لكن الله رمى، ويذكر جنود الخطأ، هذا كل من يحرككم الملك الأعلى الودود اللي هو شديد العقاب وشديد المحال. إذا إلا تنصروا فقد نصروا الله. ومرتبط بهذه الحقيقة نصر الله وقت حين خاطب قائدنا عليه الصلاة والسلام رفيقه الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا تحزن إن الله معنا، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام أول من بشر الأمة بعدم الحزن، لأن الله معنا ما دمنا مع الله لا تحزن. وده الصدوق يتكلم إلى المؤازر الأكبر عليه رضوان الله، لا تحزن. لماذا لا تحزن؟ إن الله معنا، هذا قول فصل ليس بالهزل، قول حد الآن ماشيين به احنا، أي من خافوا إلى الله. ولا تربكنا ذو زرارة ولا مس ميديا مغرضة، لا يهمنا، ستعصي بهم رياح الغضب الإلهي لا محالة، ونحن ننتظر وهم ينتظرون، وريرا بيانكي ريرا لديم
ضحكوا فنضحك، شمتوا فنشكر، نشكر ربنا أن شماتتهم لن تضرنا إلا في شيء زهيد، لن يضروكم إلا أذى. أما المضرة التي تقضي على بقايا الأمة فلا، حرام، أن الله أراد هذا الدين الخلود، وهذا القرآن أن لا يمس، أن لا يمس إلى القرآن، نزل متصل بالأحداث، من جملتها أحداث ما لا ترتبط بالصحابة رضي الله عنه وهم تحت قيادة النبي بطل الأبطال عليه السلام. وأنا نجدوه في آخر سورة الفتح اللي يقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله ولم ينحوا أشداء الكفار رحماء بينهم، ويقول اليوم مذكورين أمثالهم في التوراة والإنجيل، ومثلهم بزرع عجب الكفار، أي عجب الفلاحين، أكل نبتنك لأنه زاهد، لأنه شديد، لأنه مفرح، لأنه مثلج الصدر، لأنه مقول، وهذا مجرد. وهجم عليك المباركة هي تغييب الكفار، لا الكفار الفلاحين بل الكفار اللي يعمل لها، من الأمثال الذين يدعون الإسلام في الأرض الآن، قليل من أرض العرب خاصة من هو مسلم حقا. وقلنا محمد والذين معه هم ليسوا منا أبدا ولسنا منهم، ونحن عنا سورة الكافرون تكفينا معرفة بهم، لا أعبد ما تعبدون، ونحن على خطى النبي عليه الصلاة والسلام على سيرة أراد الله لنا منجية لنا ومفرحة لنا ومقوية لنا، وبها بحول الله تعالى نتحدى باطل السماوات والأرض إلى قيام الساعة. وكذلك القرآن يذكر بواقعيته ما حدث لزيد رضي الله عنه، كيفاش كان واقوا امرأة ما لم تطيق معاشرته، صبره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يؤول البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام عارف أنا قريبا منه ستصبح أما للمؤمن، أي زوجة له، يقول له أمسك عليك زوجك، أنا نصيحة النبي عليه السلام. أما ما يهم من حقوقه في النساء هذا متروك إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب آية 37، فلما قال زيد منها وطر زوجناك، زوجناك يعني قال من الوطن، لأنه الإسلام حين ربي جعل تحت نور الإسلام حياة زوجية كريمة، الزوجان ما يتفرقوا ويفكروا في الفراق إلا ما واحد منهم نزول يقضي وطره، أي كما يقول الحديث النبوي الشريف حتى تذوق انت عسيرتها وتذوق عسيرتك، أي يعني توصل لقمة التمتع، بل العشرة ليست عشرة جنسية فقط بل روحية عاطفية مادية، يعني أمنا الأولى عليها رضوان الله ما كانتش معتنية بكل جوانب حياة رسولنا عليه السلام، كانت تقضي على قدره وتشجع وقت نزل الوحي في البداية، وكيف زمن وكيف دثر، هي السبب الأكبر في ميدان الدعوة، واصطحبته إلى ابن عمي العام بالأديان، فزاد دعمها ودعم الرسول عليه الصلاة والسلام، أن ليس هناك جنون وليس هناك تسلط شيطاني على نبينا عليه الصلاة والسلام، بل هو ناموس قانون إلهي أن ينزل الوحي على المختارين من عباد الله عليهم الصلاة والسلام، ينزل حين يريد ذلك ربنا فيهتف بإقراء على لسان أمين الوحي شديد القوة ذو مرة فاستوى
نسأل الله السلامة. ونقول إن شاء الله تعالى هذا القرآن لم يترك شيئا إلا ذكره بما يستحق ذكره. نحن مقتنعون، نحن مجتهدون في فهم قرآننا في التعلق به، ونستشهد حتى يصل إلى آذان أصقاع الأرض وأطراف السماء هذا ديداننا. نسأل الله المباركة، ونسأله الرضوان، ونسأله النصر المبين. والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة.